ازيك عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنعملكم هايد اونلاين، بس اول قبل ما نبدا يعني انا زرت تنعمل سبسكرايب كومنت وشير وفعلوا بدرس وصلنا جديدة 100,000 لايك. يلا نبدا. يلا اول حاجه جايب الصندوق ده، افتح بقى انت ميرك. انا اصلا ميديك. يلا ندخل ونشوف يعني الحاجة دي. اذا بنشوف تعمل لايك 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 سبسكرايب. يلا يا ابن اللذين. ايه ده سهل يا رب. بص هو المين ده هو أربعة بس، فأنا مش بحب الأربعة، فأنا هدخل مود من حتة تانية. تعالى طيب قوم دخلنا دي يا نعلان. طب ينفع ثانية واحدة؟ ثانية واحدة وهرجع لكم لعبة ثانية. شفتوا بقى في الحركة دي ايه ده؟ والله ايه ده؟ محدش يعرف يعملها زي. بصوا احط لكم اسم اللعبة تحت في الكومنتات، يعني هكتبه. بصوا دي حربيات كتيرة عندي. بصوا اول حاجة دي العربية اللي عندي كانت لونها غير، كان لونها وحش فانا غيرته وبقى جبتها لونه اصفريتة. وده جبتها كده حاجة فخمة، والله حاجة فخمة. بعد حاجة ابتديها ان اتنين دول ملونتهمش، ودي اللي بتاع برضو، ودي برضو، ودي اللي في روبلوكس. في روبلوكس في لعبة في روبلوكس في اللعبة دي، وفي ده مول ده وده مفروض، هما التلاتة دول اللي هتلاقيهم كده مقفولين. لكن دي هي سريعة جدا، دي أسرع واحدة. بس اللي عجباني فيهم أسرع عربية عجباني اللي هي دي طبعا أما أجيبها هلونها وأعدل عليها وحاجات كتيرة. بس العربية دي عايز امشي مليون، فاهم يعني مليون؟ لا ده 10,000. دي سهلة جدا. انا اسرع معايا عربية من دي 100,000 صراحة بشك يعني. ودي 60 ما هي دي عندي منها اللي انا وريتها لكم في الاول. اصلا دي سرعة تانية ودي سرعة تانية، فدول جمال جدا. فيلا نبدأ عشان بلاش الكلام كتير. في العربية اللي انا كنت مشتريها، بصوا العربية دي فخمة حلوة صح؟ فيلا نبدأ.
كده كبيرة يعني. بصوا في ناس تعرفها بس انا هوطي شوية. بصوا انا وهي دي الحتة طبعا اللي انا بلون منها العربية دي الحتة. وانتوا لو عايزين تصلحوا شايفين الحتة اللي في الجنب دي تحت الهدية انا عمالة ادوس عليها فهي بتصلح العربيات. ف بقدر انا اوفر بحب بلاش اصلا انا بلاش بس هنا في حتة بس دي انا عملتها بالكامل كلها بالكامل. بصوا هتفضل ماشيين تروحوا الحتة دي ماشي يلا يلا. بص الصورة يعني ماشية على 5. تتخبطي ليه انت دلوقتي؟ منصلح يلا بينا. طبعا العربية دي فيها الوان كتيرة بس اللون لوحده يعني بالعربية كلها عطون العربية كلها يعني هتلونها زي كده. ام العجل بقى يتغير 200 ونص 250 يعني. لكن لو انت هتغير كله اللون لوحده 1 ب50 والعجل لو انت عايز تغيره 50 يبقى كده 100. بعدها في الحتة اللي تلون منها الكاوتش فكده 200 لا 100 ونص. ما نسيت بكتبوا لي تحت في الكومنتات ماشي. بصوا هتلاقي كده حتى مش باين خالص فعلا يصير فوق ريدي دي من غير وطن من الدفن العربية الأدوية جدا. بس انتوا لازم تاخدوا وقت وتجيبوا فلوس. بس انت لو وصل لي معنا اتمنى منك ان انت في العمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة ماشي. اشترك في القناة اهم حاجة. وانتوا بقى لو سألتوني لو العربية اتقلبت اهم واحدة لازم ندخل تاني. لا شايف لحد تحت يعني حتى الميكانيكية دي تحت الخدية تحتيها بقى اللي هي عاملة لك خط كده كده تروح انت المنزل. بصوا فيها والله سهلة اوي بعملها بس لازم الف من هنا هاب 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 الف بس من دي طبعا. لو انتوا عايزين تصلحوها لكن انتوا تحطوا مش تصلحوها اخيرا في يعني حاجة انت طيار. يلا من هنا بص بقى الجارية دي جارية اسطورية. بصوا بنزل تحت كده هي اولا عملتها اول مرة فنجحت بعدها نجحت تاني. بص هو انت متصعبش على نفسك موضوع انت ممكن سهلة جدا تعمل كده وي بدل ما تقطع البتاع اللي فوق.
شايفين ان محرك البتاع اللي هي بتتحرك دي يا بت بقى. بس في ناس كتيرة بتسألني هو احنا مش حابين دي يعني احنا لو عايزين ندخل الكامب، بص في الكامب كده الناحية التانية هتلاقي كاميرا تقعد تدوس عليها بقى براحتك براحتك. وتاني حاجة لو انت عايز تدوس فرامل في حتة دي عند البنزين دي، بص بدوس عليها بكون فرامل. انت بقى مش عايزها، عايز واحدة تانية سنعس. شايف اللي جنب النور دي اللي تحت النور اللي اوتوماتيك بتدوس عليها بكون بقى وانت مفرق الشارع. بس انا تفضل طول النهار كده. وهنا تحديات كتير في العربية دي، وهنزل بكرة فيديو. بس انا عادي مش بتأخر عليكم، بس كان عندي شغل في المرة اللي فاتت هذا النور حتى التانية. كسبت، بصوا معايا كام اصلا، 1,086. فهنرجع لعربيتنا الاكل، يلا نروح نروح يلا. شوفوا شوفوا كويس جدا. فاكر انا خلاص يعني انا ما كنتش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بس كده خلص. لا كده ما تنسوش بس تعمل لايك سبسكرايب كومنت شير وفعلوا الجرس. وصوف الفيديو ده 100,000 لايك، ها مش هقولها تاني. وانا كلمت صاحب اليوتيوب قال لي لايكه ببلاش لمدة اسبوع. يلا باي.